اليمن شرف مرحبا بالنسبه للاقبال الحمد لله رجع كي كان بالنسبه للاقبال اقبال كبير الى مدينه مراكش والسياحه ديالها بالنسبه للسياحه الداخليه دابا الحمد لله غدا تنقص بالنسبه للناس دابا ترجع للمدرسه واسمد بالنسبه لحال الجو كان يقبل كثير دابا بنا ولينا نخدموا مع السياحه الخارجيه اللي دابا 8 و9 و10 و4 من 4 ثاني عاد بيجي السياحه الداخليه وزعت الوقت وان شاء الله الحمد لله رجعت المياه المزاره كما كان. بالنسبه للفتره تاع كورونا كان شويه قاسحه علينا بالنسبه واحد ما كانت لا سياحه لا داخليه لا خارجيه بالنسبه لها تبدا تخرج تيخص كاين الكوفيد بنادم خايف كنا واكلين العصافه ديك الفتره تاع كورونا مي دابا الحمد لله رجعت المياه المزاريع. الحركه الحمد لله كان الحركه شويه من بعد ديك العامين ديال كورونا اللي دازت علينا حنا كنحسوا بواحد الانتعاش في ساحه جامع الفنا وبالنسبه لثلاثه الشهور هذه ديال الصيف كانت جامع الفنا عامره بزاف وكنا نقابلوا واحد الاقبال كبير واقبال مزيان بالنسبه للساحه داك السياحه الداخليه والسياحه الخارجيه والحمد لله على كل حال. بصراحه الاكثريه كان عايش هذيك الفتره كان سدوا المحلات ديالهم وكل واحد مشى لدارو وبقينا كنتسناو لحظة الفرج هي فاش غادي يغيب هذا الفيروس هذا علينا ومن بعد فاش الاواخر ديال كورونا كل واحد حل المحل ديالو وبدينا كنترزقوا الله بواحد الوتيره منخفضه وبقات غاديه وكتطلع هذيك الوتيره حتى الحمد لله الامور رجعت كيف ما كانت في الاول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.